مطالب الشيخ حزنبل الشيخ حسونة انه يعمل فيديو ويكون راجل مش كلب بيهز ديله. انا بقول يكون راجل وانا استبعد ذلك واتحداه ان يطلع يعمل حلقة ويبين الحكم الشرعي فيما فعله ابو لسعه من اذاعة التسريبات وفيما فعلته البنت من اذاعة التسريبات. انا بتحداه يعمل حلقة شرعية مدللة بالقرآن والسنة وكلام العلماء ويقول لنا حلال ولا حرام. انا مش هتكلم دلوقتي وانا بقول لك يا ابو لسعة يا ديوث اذا كنت قبلت على نفسك انك تسمع تسريبات انت والعائلة والاولاد يبقى انت كده ديوث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بنتكلم اخوانا عندما نتكلم عن مسائل شرعية فما نربطش تصرفات البشر بهذه المسائل الشرعية. يعني قد يكون المسألة الشرعية دي حرام ولا تجوز ولكن لا تبرر فعل إنسان فعل الحرام، واخد بالك ازاي، بأنك انت تعمل الحرام زيه، زي التسريبات اللي نشرها أبو لسعة. التسريبات دي كانت تسريبات لعبد الله الشريف، كانت تسريبات لمحمد ناصر وفيها ألفاظ إباحية، تسريبات يعني مخزية. بعيدا عن هذا الكلام، أنا لما جيت اتكلمت في هذه التسريبات اتكلمت على مسألة شرعية بحتة، يعني يجوز إن احنا نتتبع عورات المسلم ولا لأ. تكلمت على أن هذه التسريبات يجوز إن احنا ننشرها للعالم ويسمعها القاصي والداني ولا لأ، تسمعها البنات والصبيان والشباب والفتيات والرجال والنساء ولا لأ. تكلمت عن هذه الناحية. طلع بعض الناس يتكلموا يقول لك هو كان بيتتبع عورات مش عارف مين وبيعمل ايه وبيسوي ايه، وهو اللي بيتتبع عورات ناس في الجيش وناس مش عارف فين. طيب يا اخي، اذا كان هو عصى الله فينا فلا نملك الا ان نطيع الله فيه، مش لازم ان انا تبقى اخلاقي زي اخلاقه. وهو ده الوعي الحقيقي ايها الاخوه، لا يجب علينا ان احنا دائما وابدا نتخلق بأخلاق الإسلام وإن خالفها أعداؤنا. ومش معنى أنه هو هذا الإنسان خالف الأخلاق وخالف منهج الله وخالف شرع الله إحنا نبقى نفس المنهج نتخذه. هو تتبع عورات مسلمين يبقى إحنا نتتبع عورات مسلمين. إحنا المفترض أن إحنا نكون ناس منضبطين بالشرع، لازم نكون منضبطين بالشرع مش مسألة مكايدة. فيجب أن إحنا تكون أخلاقنا غير أخلاقهم. انت لازم تعلم الناس الاخلاق قبل ما تعلمهم اي حاجة تانية. احنا منضبطين بشرع يحكمنا. والغريب ان انا عملت اكتر من فيديو فصلت فيه هذا الموضوع ويطلع علينا ناس تانية مشاهدين ويتكلموا نفس الكلام هو ويعيد ويزيد في الكلام. احنا ما ينفعش، اسلامنا لا ينتصر بالكذب، لا ينتصر بمخالفة الله، يجب ان ننتصر بطاعة الله ليس بمعصية الله. لأن واحد يقول طالما هو تتبع عوراتنا يبقى احنا نتتبع عوراته. طيب ونفضل بقى في تتبع العورات ونفضل بقى كل واحد يجيب تسريبات فيها ألفاظ إباحية، كل واحد بقى نسمعها للناس وننشر الفساد على الناس وعلى العوام، هو ده منطق برضه؟ لا مش منطق صراحة. يعني يبيح لنفسه أن يفعل الحرام عشان يفضح دول؟ فضيحة هؤلاء بالرد عليهم بالحجة والدليل، مش فضيحتهم أنكم تقتحموا حياتهم الشخصية، مش فضحتهم انك تنشروا الفساد على العالم. يعني ربنا سبحانه وتعالى امر بالستر. ما ينفعش ابدا ابدا ان انا ارتكب معصيه في سبيل فضيحه انسان. ما انت لو انت عندك حجه وعندك دليل يعني تكون يعني تقارعه بالحجه والدليل فتفضل، ما عندكش اركن على جنب، ما تتكلمش، مش تقتحم حياه الناس الشخصيه وتتجسس. يعني انت ارتكبت اكثر من خطا بفعلك هذا، تجسست عليه، خلي بالك، والتجسس حرام لا يجوز. تتبع عورات الناس في نهي شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم. نشر الإباحيات والفضيحة على الملأ، كل دي مخالفات شرعية انت وقعت فيها. كمان كل الناس اللي سمعت هذا الكلام انت ارتكبت ذنب، كلهم خدوا أوزار، كلهم مرتكبين للذنوب. اسألوا المشايخ لو انتوا يعني مش فاهمين، اسألوا المشايخ لو انتوا بهايم، اسألوا المشايخ. انتوا جهله بالشرع، انا اعمل لكم ايه؟ يعني انت اذا جوزت لنفسك
أن تسمع هذه التسريبات من إنسان مأفون، مريض نفسيا، مريض عقليا، عايز يبحث عن الشهرة وخلاص، عايز يجيب تسريبات ويقول لك سبق ومش سبق، وفلان هو ويكلم على واحد إعلامي نشر هذه التسريبات وهو اللي خد اللقطة وأنا ما خدتش اللقطة وزعلان. هتاخد اللقطة إيه بس؟ زعلان ليه؟ واخد بالك ازاي؟ اذا كانوا هؤلاء يقبعون تحت خط الفقر في العلم الشرعي والاحكام الشرعيه، انت ما تجيش مثلا تبيح لنفسك فعل الحرام. كل اللي سمعوا هذه التسريبات ارتكبوا ذنوب، وهو تحمل اوزارهم مع وزره. اسالوا المشايخ ده حلال ولا حرام. وانا بقول لكم على حاجه مهمه جدا، لما تسال الشيخ ويقول لك ده حلال ولا حرام تبقى تيجي تتكلم، انما انت ما تاخدش على المريض اللي هو عرض للتسريبات دي عشان يلم فلوس ويكسب ويعمل اعلانات ويعمل سبق، وفي النهايه زعلان ان عمرو اديب هو اللي خد اللقطه وهو ما خدش اللقطه. لقطه عليه بتتسابق على شر. هو انت عملت ايه يعني؟ انت حررت فلسطين يعني ولا حاجه؟ حررت الاقصى وحد غيرك خد اللقطه؟ ايه المرض النفسي اللي فيكوا ده؟ ايه المرض النفسي اللي فيكوا ده؟ عايز اقول لكم كل الفلوس اللي خدها من الاعلانات بسبب هذه التسريبات فلوس حرام. هو بيطعم اولاده حرام، بيطعم اهله حرام. ده انسان تافه ملوش اي لازمه، ده انسان تافه ما يعرفش حاجه. او يعرف والفلوس عنده هي يعني هي المبدا، مبداه الفلوس، هو يكسب ازاي؟ المهم انه يكسب. يكسب ازاي؟ بحرام بحلال ما عندوش مشكله خالص. يشتغل كلب يهز ديله وبعد كده عشان ياخد فلوس ما عندوش مشكله. يشتغل عبد ما عندوش مشكله، يشتغل يطبل ما عندوش مشكله. هو ما هو اصلا ما بيفرقش ما بين حرام وحلال، اصلا ما بيفرقش ما بين الكرامه وما بين اي حاجه، يعني هو ما عندوش كرامه عادي جدا، يعني هو مثلا يعني مستعد يضحي بكرامته، يضحي بشرفه، يضحي بكل شيء مقابل الفلوس. فانسان مبداه المال ومبداه المكسب ومبداه الشهره وعايز ياخد اللقطه مكان فلان وزعلان، فده انت تنتظر منه خير؟ يعني حاجه غريبه جدا يعني. فانا بقول وبسال هنا، وده موضوع فيصلي في الموضوع، بسال كل واحد سمع التسريبات، وبسال اللي نشر التسريبات، وبسال اللي مؤيد اللي نشر التسريبات، بسالهم سؤال واحد. انت يا ابو لسعه اللي انت نشرت التسريبات، انت هل اولادك في البيت سمعوا هذه التسريبات؟ بس اسالك. لو قلت لي لا، طب ازاي تسمح لنفسك انك انت ما تقبلوش على اولادك، تقبله على اولاد الناس، تقبله تسمعه للعيال الصغيره وللبنات وللشباب؟ شرف، وسام شرف على صدرك، ده وسام شرف، هو ده شرفك، هو ده شرفك. حطه كده يعني ايه؟ قال لي يعني ده سبق صحف يعني ولا حاجه؟ ده سبق في الخيبه وفي الحرام. انا سالتك دلوقتي، لو انت قلت لا يبقى ازاي تقبل ده على الناس؟ يعني ما تقبلوش على نفسك، ما تقبلوش على غيرك. طب لو قلت انا سمعت، كنت عاملين حفله شاي، انا اقترح عليكم بقى يعني طالما الموضوع مش حرام ومش عيب وعادي جدا، تعملوا حفله شاي كلكم كده، وتجيب العيله، انت يا ابو لسعه والشيخ حسونه حزنبل، يجيب برضو اجتمعوا كده مع بعض، واللي انت بتدافع عنها واللي بتدافع عنه وكل اللوبي قذر هذا، اللوبي المطبلاتي، الكلاب اللي بتهز ديلها عشان تاخد فلوس عشان ترمي لها الرغيف، واخد بالك ازاي؟ تعالوا يعملوا حفله شاي لو ده عادي يعني ما فيهوش حاجه، واقعدوا كده كل واحد يجيب ولاده وصبيان وبنات، وتقعدوا تسمعوا بقى محمد ناصر بيقول للبنت ايه والبنت تقول له ايه، وعبد الله الشريف يقول للبنت ايه والبنت تقول له ايه. ايه رايكم؟ والشيخ حسونه نفس القصه، يجيب العيله ويقعدوا بقى يسمعوا القصه دي، واي واحد يقول لي عيب ما تقولش كده، اقول له طب ما عيب ايه؟ ما هو اللي بيعمل كده. طب لما هو عيب انتوا بتعملوه ليه؟ بتنشروه ليه؟ وكل البنات اللي شافت الحكايه دي وسمعت الكلام البذيء والايحاءات الجنسيه والكلام ده كله، كنتوا برضه انتوا والاهل والاقارب وعاملين حفلات وقاعدين بقى تسمعوا وتشنفوا اسماعكم بهذا الهراء، ها ولا لا؟ وانا في النهايه بسال الشيخ حزنبل، الشيخ حسونه، ما رأيك يا شيخ فيما فعله أبو لسعة من يعني من نشر هذه التسريبات ومن التجسس على الرجل ومن تتبع العورات؟ أنا أريد رأيك الشرعي
او راي اهل العلم، انت كده كده مالكش راي شرعي يعني ولا حاجه، انت تقبع تحت خط الفقه في العلم الشرعي، انت اجهل من دواب قريش، زيك زي ابو لسعه، زي البنت اللي هي بتتكلم دي وبتنشر تسريبات عبد الله الشريف ولا غيره. انا بنقل كلام اهل العلم. اسال الدكتور الرضواني في هذه المساله وتعالى قوله للجمهور، فهموا الناس الاخلاق، علموا الناس الدين. طالما انت راجل طالع يعني سمتك سمت رجل يعني تفهم في الدين. وانا في النهايه اطالب الشيخ حزنبل، الشيخ حسونه، انه يعمل فيديو ويكون راجل مش كلب بيهز ديله. انا بقول يكون راجل، وانا استبعد ذلك واتحداه ان يطلع يعمل حلقه ويبين الحكم الشرعي فيما فعله ابو لسعه من اذاعه التسريبات، وفيما فعلته البنت من اذاعه التسريبات. انا بتحداه يعمل حلقه شرعيه مدلله بالقران والسنه وكلام العلماء ويقول لنا حلال ولا حرام. انا مش هتكلم دلوقتي. اتحداه الشيخ حسونه يكون راجل عنده مبدا، مش كلب بيدافع عن يعني اقول ايه يعني بيدافع عن ايه، عن فتات بياكله. انا بتحداك تطلع تعمل حلقه تبين فيها الحكم الشرعي فيما فعله ابو لسعه من في التسريبات دي ونشر التسريبات. هل ده يجوز شرعا ولا لا يجوز؟ انا مستني تكون راجل، تكون راجل بجد مش مخنث علميا ومخنث وطنيا. انت كده كده مخنث وطنيا، وهو ابو لسعه ده مخنث وطنيا، وكل والعجل مخنث وطنيا، العجل اليوتيوب برضه، كلكم كده، كل يعني انا بتكلم عن المصريين يعني، كل من يعني يقف في هذا الخندق دول مخنثين وطنيا. انت بقى مخنث علميا ومخنث وطنيا، يعني لا انت لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. امع، انا عايزك تكون راجل تطلع مره واحده نصرة لدين الله، نصرة للشرع، اطلع يا شيخ حسونة بين الحكم الشرعي في هذه التسريبات. انا مش هقول لك يعني التجسس عليها والى اخره، لا بينها بالمره معلش. خليها كده حلقه علميه شرعيه، وبين هل يجوز نشر هذا على العوام؟ وهل يجوز ان احنا نسمعه ولا لا؟ فاهم ازاي؟ تقدر تعملها؟ تقدر يا شيخ حسونة؟ فانا بتحداك يا شيخ حسونة تعمل حلقه شرعيه، واسال يا سيدي لو انت ما تعرفش، اسال الشيخ الدكتور رضوان، اسال الدكتور رسلان ايه الحكم الشرعي في هذه المواضيع، وانقل لنا كلام، وانقل لجمهورك، انقل لهم الكلام ده شرعي ولا مش شرعي، ويجوز ولا لا يجوز، وتكون منصف لله. انا بكلمك اهو في الله، ماليش دعوه بحد. وانا بقول لك يا ابو لسعه يا ديوث، اذا كنت قبلت على نفسك انك تسمع تسريبات انت والعائله والاولاد، يبقى انت كده ديوث. لان الانسان لا يقبل على اهل بيته ان يسمع مثل هذه المنكرات وهذا الحرام وهذه الجمل والالفاظ الاباحيه. وانت يا شيخ حسونه ان لم تخرج وتبين الحكم الشرعي لهذه التسريبات، فيعني انا مش عايز اقول لك احلق دقنك، لان ما ينفعش ان انا امرك بمعصيه، لكن يعني حلق اللحيه هذا من باب عدم الفتنه، يعني درء يعني عشان خاطر يعني ما تضللش الناس وتضحك عليهم باسم الدين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وبنسال كل اللي سمعوا كمان، كل المشاهدين اللي سمعوا بيدافعوا عن هذا. لو كنت اتفرجت انت وعيالك واولادك تبقى ديوث، ولو ما اتفرجتش يعني على الاقل تنكر. فاحنا ننكر المنكر فقط. نحن لا نتكلم عن اشخاص وما ندافعوش عن باطل. لعنة الله على كل من يدافع عن الباطل. قبحكم الله من قوم فعلا ستظلون كلابا تهزون ذيولكم حتى يلقى اليكم الفتات، ولن يبقى لكم شرف ولا كرامه. واسال الله لي ولكم وللمسلمين الهدايه، وان يردنا الى جاده الصواب، وان يجعلنا منصفين دائما، وأن نقول الحق ولا نقول غير الحق، وإن لم نستطع أن نقول الحق فلا نقول الباطل. آمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.